الآن مويس عرف التوليفة المناسبة ليستغل بها قدرات بن رحمة، وأصبح الآن هناك تحرك بين اللاعبين. نشوفوا بن رحمة، فورنالز، بوين، وأنطونيو، كلهم يغيروا مراكز تاعهم. أنطونيو اللي هو مهاجم صريح، نشوفوا في كثير من المرات يرجع إلى الطرف. يقول الخوف ان يرسل استقالته في المبادره الضائعه، لا اخي ان شاء الله ما يشتغلش، لانه الان بالماضي الهدف تاعه الاول مع المنتخب الوطني هو التاهل الى كاس العالم، وبالماضي شخصيا قال اذا ما تاهلش الى كاس العالم فاعتبر مسيرتي مع المنتخب الوطني فاشله، وبالتالي بالماضي مستحيل انه يستقيل الان لانه الهدف تاعه، وان شاء الله يعني ان شاء الله احنا ماذا بينا، لانه قلنا ماذا بينا انه بالماضي يعود يرجع بالماضي اللي فرحنا في 2019، ماذا بينا يروح كاس العالم ويزيد يفرحنا في كاس العالم. قلت لكم يا جماعه ما دام انتقدنا بالماضي سنه او قلت سنه في هذه الكاس افريقيا، هذا لا يعني اني راجيبها ضده، او هذا لا يعني اني راني حاب يخسر، لا ابدا. انا اصلا انتقدت بالماضي لاني احب المنتخب الوطني، انتقدت اللاعبين لاني احب فوز المنتخب الوطني، انتقدت المنتخب الوطني وانتقدت هذه المشاركه لاني اريد الفوز، المنتخب الوطني يفوز ويفوز ويرفع لنا رسالة عاليه، هذا الشيء مهم جدا. لذلك قولوا ان شاء الله خير، وان شاء الله يعني بالماضي يستطيع انه يعاود يغربل التشكيله ويعاود يرجع الامور الى مكانها او الى نصابها. ونتمنى كذلك انه بالماضي يجد التوليفه المناسبه باش يدخل بن رحمه في الملعب او في اللعب، لانه قلت بانه هناك منظومه، كره القدم هي عباره عن منظومه، وهذه المنظومه تقوم على اللاعبين وباللاعبين، هذه المنظومة تقوم على اللاعبين وباللاعبين. كيفاش على اللاعبين وباللاعبين؟ يعني أنه هذه المنظومة تحتاج إلى لاعبين، هاللاعبين عندهم أسلوب، عندهم طريقة معينة يلعبوا بها، هم يخدموا هذه المنظومة. يعني أنا عندي منظومة، لأن هذه المنظومة تاعي هي اللي يخدمها هذا اللاعب اللي ندخله. مثلا عندي بن رحمة في الاحتياط، ممكن أني نصنع نكري أو نختار نخلق منظومة، هذه المنظومة لما ندخل يعني بن رحمة إلى الملعب، يعني بن رحمة يخدم لي هذا الفريق. أما أني نخط لي خطة 4-3-3 وبلاعب ثابت، بن رحمة ما يخدموش هذا الأمر. بن رحمة منذ أن كان يلعب مع بريتنفورد أو برينتفورد، عفوا لأنه برينتفورد فريق يلعب في الدرجة الثانية، لما منذ أن كان يلعب مع برينتفورد كان يلاعب طرف ويضم إلى الداخل، يعني لاعب لما تكون عنده كرة يدخل إلى وسط الملعب، يتحول إلى لاعب يلعب خلف المهاجم، ولذلك كنا نشوفه أنه يسدد كثير من التسديدات ويسجل العديد من الأهداف. بن رحمة ماهوش اللاعب اللي تحطه على خط ويقول له العب، وماهوش اللاعب اللي تحطه خلف المهاجم وتقول له العب طول ثلاث مباريات، لا. لذلك الآن مويس عرف التوليفة المناسبة ليستغل بها قدرات بن رحمة، وأصبح الآن هناك تحرك بين اللاعبين. نشوفوا بن رحمة، فورنالز، بوين، وأنطونيو، كلهم يغيروا مراكز تاعهم. أنطونيو اللي هو مهاجم صريح، نشوفوا في كثير من المرات يرجع إلى الطرف، وبن رحمة يدخل إلى منطقة الجزاء يتحول إلى مهاجم، ومرات نشوف بن رحمة يرجع خلف المهاجم وفورنالز يتحول كلاعب جناح وهي رايحة، يعني ماهيش كرة قدم ثابتة. بن رحمة اللاعب الثابت ما يخدموش. بن رحمة الآن لو مثلا تحطوا أمام مدرب مثل مورينيو ما ينجحش. بن رحمة لو تحطه أمام مدرب مثل مورينيو أو مدرب مثل رانييري ما ينجحش، فقط اللاعب تاعو قلت هذا واضح. الآن كما قلت نرجع إلى كلامي أنه المنظومة باللاعبين وعلى اللاعبين، كيفاش على اللاعبين أنا تكلمتها؟ أو باللاعبين كيفاش باللاعبين؟ الآن أنا لما تكون عندي تشكيلة لازم ندير منظومة، هذه المنظومة هي اللي تخدم اللاعب، يعني رانا نشوفوا هناك يعني كما احنا نقولوا فايفيان، يعني بالعربيه معليش ما عرفتش كيفاش، يعني فايف يعني شد ومد كما نقولوا بالدرجه، يعني هذه المنظومه تقوم باللاعب، يعني هذه المنظومه تسمح للاعب انه او هذه المنظومه اللاعب يقدم لها، كذلك هذه المنظومه تستخرج من اللاعب اقصى قدر من الامكانيه تاعو. الان انا لو نكون مدرب محترم، نكون مدرب كبير، شوف الفرق بين مثلا بيب غوارديولا، هذا الشيء اللي يتميز به. الان عندي لاعب لازم هذا اللاعب ندله تحليل كامل شامل وافي وكافي، نعرف نقاط القوة تاعو ونعرف نقاط الضعف تاعو، بعد ذلك عندي لاعب فلاني. الآن عندي لاعبين مفتاحيين 2 و3 لاعبين مفتاحيين، هذو اللاعبين المفتاحيين لازم نكون منظومة تقوم عليهم، يعني أنه هذه المنظومة تستخرج أقصى ما يمكن من إمكانات هؤلاء اللاعبين. الآن تصبح عندي منظومة ناجحة، منظومة ناجحة يعني نجاح المنظومة الكروية تكون
اقترانا باللاعبين. انا مستحيل اني نبقى نلعب بنفس الطريقه واللاعبين يتغير، هذا امر مستحيل، لازم نغير. المدربين اللي يعتمدوا على فكر مثلا 4-4-2 الان، وعلاش اندثروا؟ غوركوف ما نجحش في كره القدم، وعلاش ما نجحش غوركوف نظريا او من الناحيه النظريه؟ غوركوف من الناحيه النظريه من اكبر المدربين في العالم، يعني نظريا يقروا يا جماعه، يقروا في الجامعات، يقروا المدربين، لكن الفكر تاعو يبقى 4-4-2 ما يبدلش. ما نجحش غوركوف، اقصى حتى يدرب نونت وخلاص وبعد حبس، درب المنتخب الجزائري عاود رجع لنونت، درب لوريون، يعني انديه صغيره. ما سمعناش غوركوف كاسم، يعني ما سمعناش ابدا. لذلك نقول بانه تغيير الاسلوب مهم جدا، تغيير المنظومه مهم جدا، تغيير طريقه اللعب حسب الفريق اللي تلعب له منظومه جدا. الثبات على المره الماضيه قلت انه الثبات على 11 لاعب هذه قديمه جدا، ثبات على منظومه وطريقه واحده هذه قديمه جدا. لما كان يدربنا سعدان كان عنده نفس الشيء، يلعب بخطه 5-3-2 اللي تتحول في الهجوم الى 3-5-2 ومن بعد خلاص خلاص يا سعدان معينا نهضروا، لكن قلنا بان المنتخب رايح للدمار، وصح المنتخب الدمار صراحه. ونفس الشيء اي مدرب يعتمد على طريقه واحده ويعتمد على 11 لاعب مستحيل انه يستمر في النجاح. ممكن ينجح لانه لما تكون جديد تكون عندك طريقة لعب، يكون عندك أسلوب، يكون عندك لاعبين الناس ما تعرفهمش، خاصة إذا كان المنتخب تاعك ما عندوش سمعة من قبل، تخلع اللاعبين أو المنتخبات الأخرى، تهفهم كما احنا نقولوا، تخدعهم كما احنا نقولوا، لكن بعد خلاص لازم إذا غير تدي لقب لازم تغير، لأنه الناس خلاص برونشات معاك، الناس اللي تحلل اللعب تاعك، الآن كاين فيديوهات يا جماعة، الطاقم الفني التدريبي الآن كاين مدرب، كاين مساعد، وكاين مساعد مدرب يقرأ الفيديو، يعني يخصص وقته كامل يشوف الخصم تاعو الفيديو. الآن لما يجي يتفرج عليه بورا المباراة الفلانية يلعب 4-3-3 باللاعبين الفلانيين، المباراة اللي وراها يلعب 4-3 بالمباراة الفلانيين، المباراة الودية يلعب 4-3 باللاعبين الفلانيين، مباراة فريق سهل يا خصم سهل يلعب 4-3-3 بنفس اللاعبين، خلاص لكم واش يدير دروك؟ هذا سهلت عليه الامر، يعني يحكم مباراه واحده ويجبد فيها الاخطاء تاعك، يجبد فيها الاخطاء تاعك، كمل معاك سيبو 5 دقائق يكمل معاك. لذلك يا جماعه لازم تكون عندك سلاسه وانسيابيه في التعامل مع المباراه، لازم التغييرات يا جماعه، لازم التغييرات يا جماعه. هذا ما نتكلمش على اذا اصيب لك لاعبين ولا اذا لاعبين، انا نتكلم على الخصم، مانيش نتكلم على انت كنفسك كذا، الفريق تاعك نفسه إذا كنت تعتمد على أسلوب واحد، تعتمد على لاعبين نفسهم، لو يصاب لك لاعب تسقط، لو 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 يغيب لك لاعب تسقط، لو يهبط مستوى تاع لاعب تسقط، هذا الشيء خطير جدا. أصيب في مباراة كليرمون فوت، يعني كلكم أكيد تعرفوا الحادثة، أصيب في الدقيقة 60 بخلع في الكتف للأسف، نفس الإصابة اللي تعرض لها في مباراة كوت ديفوار في كأس إفريقيا الماضية 2019، وبالتالي راح يغيب من اليوم التقرير الطبي تاع نادي نيس، راح يغيب من 4 إلى 6 أسابيع، يعني في أقصى حالته راح يغيب 2 أو شهر ونصف، وبالتالي ممكن جدا يغيب، لكن كاين إمكانية باش يلتحق بالمنتخب. الآن الأمر يتوقف على عودة اللاعب حقيقة في الموعد اللي ذكره الموقع تاع نيس، إذا أرجع بعد شهر ونصف يعني في منتصف شهر مارس، ممكن أسبوعين عمل، لأن المباراة راح تكون في 24، التربص راح يبدأ في مع 20 هكذاك، صعب جدا يعني، هي لو نجو نشوفه صعب، لأن التربص يبدأ في 18-19 واللاعب إذا رجع في 15 يعني يكون الأمر صعب باش يلتحق بالعطار. وبالتالي أنا دائما أقول بأنه على برماضي أنه خاصة الظاهر الأيمن لازم نجهز البديل تاعي، لأنه عطار كثير الإصابات، عطار يمكن أن نفقده في 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 أي وقت، نفقد عطار وممكن أن يأثر علي كثير، وبالتالي أنا أقول بأنه حان الوقت حتى نجلب ستافكا يا بالماضي. بالماضي صرح سابقا قال بأنه ستافكا فيه أمور ما تعجبنيش، لكن يا بالماضي ستافكا مهما يكون يبقى لاعب يلعب في المستوى العالي، قدم مباريات جميلة جدا مع كليرمون فوت، كان عنده تنقيط ممتاز جدا في المباراة الماضية وأدى مباراة جميلة جدا، كل مبارياته لاعب يساند هجوميا، لاعب يغطي دفاعيا، ممكن نعم مرات يصعد كثير وما يرجعش، لكن حتى عطار نشوف في كثير من المرات ما يغطيش دفاعيا، وبالتالي لازم نعطي اللاعب فرصة
انا نفضل مثلا اني نجيب ستاتكا على نجيب حليميه، يعني واش جاب لاعب يلعب في الدوري السويسري مع فريق او في الدوري البلجيكي مع فريق متواضع، مع فريق مع لاعب يلعب في كليرمون فوت او حتى بن عياده، مع احترامي لبن عياده، لانه يعني انا عندي راي واضح انه اللاعب اللي تكون في اوروبا دائما عطيه افضليه على اللاعب اللي تكون هنا في الجزائر وما راحش اوروبا، يعني من دون يعني عاطفه، هذه حقيقه وتذكر.